وفي خطوة تهدف لمساعدة الإيرانيين بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي يحجبها النظام الإيراني، يجري البيت الأبيض محادثات مع الملياردير إيلون ماسك بشأن إنشاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لشركة سبيس إكس ستارلينج في إيران بحسب شبكة CNN الإخبارية. ويمكن لخدمة النطاق العريض القائمة على الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في التحايل على قيود النظام على الوصول إلى الإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي. وكان ماسك قد قال في وقت سابق أنه سينشط ستارلينج، وذلك ردا على تغريدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات للإيرانيين. لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن عبر زوم فيل لارسون، مستشار البيت الأبيض الأسبق لشؤون الفضاء ومستشار سابق لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. أهلا ومرحبا بك سيد لارسون. البيت الأبيض إذن يجري محادثات مع ماسك من أجل أن يكون هناك إقامة خدمة الإنترنت ومساعدة الإيرانيين على التزود بالإنترنت، لماذا يقوم بهذه الخطوة؟ أعتقد هناك عدة خيارات من قبل البيت الأبيض لسماح الوصول إلى إنترنت حر ومنفتح يضم إيران، ويمكنه أيضا أن يستفيد من خدمات شركات مختلفة ومنها سبيس إكس وستارلينك بقيادة إيلون ماسك، لأن هذه الشركة متقدمة أكثر من أي شركة أخرى، وبالتالي التعاون مع هذه الشركة مهم. أنا متأكد من جهة أخرى أن هناك كلام مع شركات أخرى. نعم، ولكن ما أهمية هذه الخطوة؟ لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى اتخاذ مثل هكذا خطوة، مع أنها منذ البداية كانت تدعم الموقف من في إيران وتدعم المتظاهرين، ولكن من خلال التصريحات الآن هل نحن أمام فعل؟ طبعا هذا ممكن. أعتقد أن ستارلينك والإنترنت الذي يرتكز على الخدمات الفضائية يوفر فرصة فريدة من نوعها للتواصل المباشر مع الأفراد. هذا يعني أنه ليس هناك من قدرة للحكومة بأن تتدخل. الإنترنت يصل مباشرة للأفراد. رأينا ستارلينك يستعمل في أوكرانيا. القدرات موجودة، وسبيس إكس لديها 300 قمر اصطناعي في المدار، ويبقى أن يكون هناك التواصل مع هذه الأقمار. وهنا السؤال. نعم، وأنا أريد أن أسألك لأنك مستشار في البيت الأبيض، هل الولايات المتحدة تريد أن تكون منخرطة بشكل مباشر في هذه التظاهرات؟ طبعا لا يمكنني أن أعلق على ذلك. لا أعتقد على أي حال شخصيا أن أمريكا مستعدة للتدخل مباشرة، ولكن تسهيل تبادل الأفكار والنفاذ إلى الإنترنت هي إمكانية. نعود مثلا إلى الربيع العربي وإلى حركات أخرى استفادت من الإنترنت الحر للتواصل وللتناقش، وأمريكا دولة تدعم الديمقراطية والحريات عبر العالم. نعم، كان لستارلينك دور كبير في نقل المعلومات، في التزود في المعلومات، توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية فيما يتعلق بأوكرانيا. هل سيكون لها نفس الأثر، نفس الأهمية برأيك فيما يتعلق بإيران؟ سؤال مهم. لست أدري تماما، لأن كل دولة لديها وضع جيوسياسي خاص بها، وهو وضع فريد فيه فرص وفيه تحديات. أوكرانيا سمحت لشركات
تكنولوجية خاصة أن تتصرف. ولو استمعنا إلى القادة الأوكرانيين فستارلينك كانت جزءا كبيرا من عملياتهم ومن حملتهم المضادة ضد القوات الروسية، وقد يكون ذلك نموذجا في ظروف جيوسياسية مختلفة عبر العالم. نعم، قلت بأنه يمكن أن يكون هناك أيضا تباحث أو تفاوض مع شركات أخرى. ما الذي يميز هذه الشركة بحد ذاتها؟ وهل الإمكانات اللوجستية متوفرة بالكامل للقيام بهذا الغرض؟ الشركة الوحيدة التي لديها القدرات كما رأينا في أوكرانيا وكما نرى في العالم هي سبيس إكس وستارلينك. هناك حوالي 700 ألف إلى 800 ألف مستعمل و300 قمر اصطناعي يغطون أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية. هناك شركات أخرى تحاول أن تلتحق بهذه الشركة، وهناك منافسة أيضاً من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت عبر العالم، وذلك تستفيد منه دول كثيرة في أماكن كثيرة، ونستفيد جميعا كأفراد لأن خيارات التواصل مع الإنترنت تتعدد. شكرا، شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن عبر زوم فيل لارسون، مستشار البيت الأبيض الأسبق لشؤون الفضاء ومستشار سابق لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. شكرا لك.